بينضم إلينا هاتفيا الدكتور المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول. برحب بحضرتك يا باشمهندس. أهلا وسهلا بحضرتك. أسباب إيه السبب وراء زيادة أسعار البنزين؟ إحنا بس عايزين نوضح حاجة مهمة. دي في معادلة بيتم تطبيقها، مش إحنا مش موضوع زيادات وخلاص، لا، إحنا في معادلة بيتم تطبيقها، وبالتالي هذه المعادلة وفقا للعوامل الموجود فيها بيتم فيها تعديل للأسعار. إحنا مش موضوع إن إحنا جينا النهاردة زودنا، لا، إحنا في كل 3 أشهر اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بتجتمع بعد نهاية كل ربع بتدرس العوامل المؤثرة في هذه المعادلة. العوامل المؤثرة في هذه المعادلة 3 حاجات. الجزء الأولاني اللي هو سعر خام برنت. خام برنت ده خام القياس للبترول العالمي اللي بيتم تحديد أسعار البترول على أساسها كخام قياس، وسعر صرف الجنيه الدولار مقابل الجنيه، وفي أعباء تداول تكاليف بتبقى موجودة. العاملين المؤثرين في تحديد سعر البيع للمستهلك، واحنا عايزين برضه نقول ان سعر الغذاء مرتبط بسعر التكلفه فقط، احنا ما بنبيعش بالسعر العالمي للمنتج في الاسواق العالميه، يعني ده سعر تكلفه انتاج البنزين محليا. فبالتالي بيتم حضرتك بيتشاف العوامل الثلاثه دول، وبالتالي بيتم تطبيق المعادله الموجوده فيما يتعلق بسريان الاسعار في السوق المحلي. طيب. قبل كده احنا شايفين كان في تثبيت. احنا في حاجه بقى مهمه المره دي بقى، ان في منتج مهم جدا اللي هو منتج السولار، ده اللي بيستخدم في النقل الميكروباصات والاخره، بيستخدم في النقل فيما يتعلق بنقل البضائع. اللجنه ارتقت ان هو يتم تثبيت هذا السعر وبدون تغيير، بالإضافة إلى سعر المازوت في القطاع الصناعي زي ما حضرتك ذكرت. طيب السؤال السؤال ليه 25 قرش؟ ليه ربع جنيه؟ ليه مش أقل وليه مش أكتر؟ إحنا قلنا إيه؟ قرار رئيس مجلس الوزراء بيقول الآتي، إن الزيادة إن التعديل السعر سواء بالارتفاع أو بالانخفاض بيبقى في حدود حد أقصى 10% سواء ارتفاعًا أو انخفاضًا، في حدود، يعني ممكن يبقى 5%، ممكن يبقى 3%، ممكن يبقى 4%، وده دور اللجنة بقى. اللجنة خلال الفترة الماضية كانت بتعمل تقييم للعوامل اللي بتحدد سعر البيع للمستهلك في ضوء المعادلة. احنا عارفين ان اسعار البترول العالمية حصل فيها تذبذبات شديدة خلال الثلاث اشهر اللي فاتوا. احنا نقدر نقول ان سعر البترول العالمية حاليا دلوقتي بيعادل تقريبا حصل في ارتفاعات حوالي 34% عما كان في يناير. فبالتالي اللجنه ارتأت ان هي في ظل كمان الظروف الصعبه اللي بيمر بيها العالم ككل، والظروف غير الاستثنائيه اللي موجوده في الاقتصادات العالميه نتيجه كورونا طبعا، فاللجنه كانت على خدت فتره اطول في التقييم عشان تقدر توصل للسعر اللي هو ممكن يغطي التكلفه، بحيث ما يبقاش فيه زيادات اكتر او تكلفه اكتر على المواطن المصري، مراعاه للظروف الاستثنائيه التي يمر بها العالم ككل ومن ضمنها اقتصاد مصر. صحيح. طيب يا دكتور يا باشمهندس، دلوقتي حضرتك قلت لي ان تم تثبيت السعر على السولار والمازوت، ليه؟ ما حضرتك احنا لازم نرجع تاني نقول ان المنتجات البتروليه يبقى كل منتج ليه سعر في السوق العالمي. صحيح. وبالتالي بالنسبه لبرينت لما بتيجي حضرتك بتكرري الخام البترول بيديك كميات معينه من البترول، من البنزين، كميات معينه من السولار، كميات معينه من المشتقات الاخرى. فبالتالي دي داخله كلها في ضمن المعادله التسعيريه بالنسبه لخام برينت وفيما يتعلق بسعر الصرف. فبالتالي اللجنه فيما يتعلق باسعار البنزين لقيت ان سعر التكلفه بتاع البنزين واتاحته للمستهلك المحلي كان يتطلب زياده معينه تم احتسابها ب 25 قرشا ايضا للمراعاه، لكن انت فيما يتعلق بالتكلفه، التكلفه ممكن تبقى اكثر من كده، لكن اللجنه ابتعدت ان يتم
تعديل السعر فقط بحوالي 25 قرش، والابقاء على السولار. انت عارفه السولار برضه ده منتج استراتيجي، يعني احنا لابد ان احنا عارفين السولار ده بيخش فيما يتعلق بنقل البضائع، نقل الركاب بالذات الركاب الميكروباصات والى اخره. فبالتالي اي زياده تبقى موجوده على سعر السولار وفقا لهذه المعادله، ارتأت اللجنه ان هي الابقاء على سعر السولار ايضا حفاظا على الاسعار المحليه. الحقيقه صحيح، وده اللي احنا محتاجين كمان نستشير فيه يعني خبراء اقتصاديين. انا بشكرك شكرا جزيلا باشمهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزاره البترول.